مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أكد النجم المغربي أشرف حكيمي تدخله في قرار صديقي وزميلي الفرنسي كيليان مبابي بشأن تحديد مستقبله، سواء بالبقاء في باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم. وقال حكيمي في تصريح لبرنامج تيليفوت إنه يريد بقاء مبابي في البي إس جي واستمراره للعب سويا والاستمتاع أكثر، مشددا على أنه يحاول إقناعه بذلك. وتابع أشرف: أريد أن يبقى حتى نستمتع سويا، أطالبه بالبقاء في البي إس جي، ولكن قبل كل شيء أتمنى له الأفضل، سيقرر ما يراه الأفضل بالنسبة لمسيرته وسأدعمه في أي قرار. ويترقب المتابعون مصير مبابي مع البي اس جي في ظل رفضه تجديد عقده مع الفريق الفرنسي ورغبته الواضحة في الانتقال إلى ريال مدريد صيف السنة الحالية.